مرحبا منير عجم. بهالفيديو حركز على موضوع له علاقة بالبومباك جايد. حنسجل 2 فيديو بهالفيديو هذا، بهالحلقة هي حركز على شيء اسمه الانكونسستنسيز، اما متغيرات، ما بعرف شو الكلمة بالعربي الصحيحة 100%، يعني التناقض فينا نقول بين بعض اجزاء البومباك جايد. وهذا الشيء نحن بطبع من هالفيديو من موضوع المعرفة، وتنقدر نفهم البومبا جايد أما دليل المعرفة بطريقة صح أكتر. هلأ بالطبع يمكن يكون أنا بعض الشغلات بدي أقولها يمكن يكون على خطأ، أنا بني هي شخص عندي خبرة بدورة المشاريع، بس مش معناتها أنه أنا اللي بيعرف كل شيء، أكيد لا، ومش أنا كل شيء بقوله صح أكيد. هلأ أنا أكيد اللي عم بقوله بعتقد أنه صح، بس يمكن يكون في شغلات فهمينها غلط، انا عم بنقلها غلط. مشان هيك برحب باي تحدي لاي شيء عم بقوله. طب هالفيديو حركز على موضوع الانكونسستنسيز، التناقضات، والفيديو الثاني حيكون على البومبا جايد، حركز على موضوع بعض العمليات اللي بعتبرها مفقوده من البومبا جايد. اول شيء بدي ركز عليه بموضوع التناقضات هو اذا بنراجع البومبا جايد ومدرسه، لنفهمه تنعرف نطبقه. هون عم ركز عملية التطبيق، مش بس النظري ونفهم ونحفظ، انه نفهم معناتها نعرف، يعني نتعلم نقدر نطبق المعلومات الموجودة فيه. اذا بنقرأ بنلاقي انه مثلا بتعريف مجموعة العمليات البروسيس جروبس بيقول انه مجموعات العمليات البروسيس جروبس هن كل مجموعة منهم هي بتساهم لها علاقة بالمشروع، أما بمرحلة من مراحل المشروع. يعني مثلا تعريف الـ Initiating Process Group بيقول الـ Initiating Processes هو مجموعة العمليات اللي نحن بحاجة لها لنبتدي بمشروع أما بمرحلة. وبالـ Initiating Process Groups عندنا نحن بس عمليات اثنين اللي هن Develop Project Charter وعندنا Identify Stakeholders. ممتاز. طيب اذا بالشرح بيقول انه الانيشيتنج هن لبدء اي مشروع ولا مرحله، التخطيط، عمليات التخطيط هي للتخطيط لاي مشروع ولا لاي مرحله، عمليات الكنترول والاكزيكيوشن للمرحله ولا للمشروع. طيب ليش نستخدم كلمه بروجكت باسماء البروسس؟ يعني هون اذا بنقرا الكتاب بنقرا شيء، ولما بنروح على التيبل رقم 3-1 3-1 تيبل 3 اللي هي السمري لكل البروسيسز مع البروسيس جروب والنوليدج اريا، بنلاقي انه عندنا بروسيس اسمه ديفلوب بروجكت تشارتر، يعني تطوير ميثاق المشروع، مش ميثاق المشروع ولا المرحله. لما بنقرا الخطه ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان هي تطوير خطه اداره المشروع، يعني هون الاسماء البروسيسز عم تركز على المشروع ما عم تركز على المرحله او المشروع. وهيدي نقطة في لها بطبع متابعات، وحكينا بفيديو سابق عن الموضوع، ما في لزوم كثير اتعمق فيها وادخل بتفاصيلها، بس هذا الشيء بيرجع على سؤال انه هل هذا هو تناقض ولا انا فهمان شيء غلط؟ يعني بتمنى اذا حدا عنده خبرة اكثر مني يقدر يوضح لي الصورة، اما يعطينا رأيه بالموضوع انه ليش فيها التناقض ولا مش تناقض هذا؟ يعني انا بنظر مثلا انا طلع بمرحلة دراسة الجدوى، هاي اللي موجودة قبل البروجكت شارتر. طب بدراسة الجدوى أنا هاي اللي مرحلة من مراحل المشروع لازم ابتديها، بدي أعملها شارتر، بدي أعملها ميثاق. أما إذن نحن بنركز هون كلمة الميثاق المشروع، أما الميثاق هو الإذن لأنه تصريحه. هلا بطبع في عنا شيء اسمه بروجكت شارتر، ميثاق المشروع على راسي وعيني، بس كل مرحلة من مراحل المشروع لها إذن بالبدء اللي هو بالإنيشيشن بالانجليزي بنقلها تشارتر، اما اوتوريزيشن دوكيمنت، اما انيشيتنج دوكيمنت، سموها بدكم اياه. طيب هل معناتها انه انا البروسس تبع البومبا جايد ديفلوب بروجكت تشارتر ما فيني استخدمه لمرحله؟ اما ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان هل هي بس فقط للمشروع؟ ما اقدر استعملها لمرحله؟ يعني انا عم بدي اشتغل تنقول عم بشتغل على مشروع مستشفى وصلت لمرحله التصاميم الهندسيه. طب هالتصاميم الهندسيه المرحله هاي ما بدها انيشيتنج، ما بدها تشارتر، ما بدها اوتوريزيشن، ما بدها خطة، ما بدها تنفيذ، ما بدها كنترول غير الكنترول تبع البروجكت. يعني هون عندنا الكنترول نحن والاكزيكيوشن والبلانينج كله على مرحلة على بدنا ننظر له من منظار المشروع ومن منظار مرحلة من المراحل.
خلينا نختم هون، نختم هالنقطة هذه هون، ننتقل لنقطة ثانية الأودت. هلأ كلمة أودت التدقيق بالعربي بعتقد يمكن هاي الكلمة الصحيحة، هي بتعريفها إنه نحنا بيجي عندنا ناس أوديتر مدققين بيدققوا يتأكدوا إنه المشروع عم إدارة المشروع عم فريق العمل عم بيشتغل حسب أنظمة ونظام العمل داخل الشركة. إذا كان فاينانشال أوديت بيتأكدوا إنه عم بيشتغلوا حسب القوانين المالية للشركة، وإذا عم بيشتغلوا بروسس مانجمنت أما بروجكت مانجمنت أنا عم بيشتغلوا حسب البروسيسز تبع الأورجانيزيشن البروجكت مانجمنت بروسيسز، يعني حسب نظام العمل بإدارة المشاريع بالمؤسسة. معناتها بشكل عام يعني أنا حسب ما فهمي للمفهوم كلمة أوديت إنه هو موضوع هي كبروسس، إذا بده يكون كعملية أوكي لازم تكون موجودة بالكنترول لأنه هي عملية تدقيق، والتدقيق بتطلب مقارنة بين الواقع والخطة، أما الواقع والأساس. إذا بنجي للكواليتي أوديت ما في شيء، ما في عندنا بروسس اسمه كواليتي أوديت، بس عملية إذا نسموه الأوديت بحد ذاته الكواليتي أوديت هو موجود من ضمن عملية البروسس الكواليتي أشورنس. يعني هون إحنا عم نقول إنه الكواليتي أشورنس والكواليتي أوديت هني إكزيكيوتينج بروسس. هلا منوافق على الشيء متفق عليه ما متفق عليه معلش، خلينا ننتقل للنقطة الثانية. النقطة الثانية بتقول ريسك أوديت. هلا بالريسك ما في عندنا بروسس بالاكزيكيوتينج، في بس عندنا كنترول بروسس. مع وريسك أوديت موجود بمونيتور اند كنترول ريسك. طيب هون اوكي بدي افهم شغلي انا انه هون يمكن بعتقد ممكن يكون انا فاهمين غلط مره ثانيه، عم بعيد هالكلمه كثير اليوم. طيب بالكواليتي الاوديت هو اكزيكيوتينج بروسس، بالكنترول بالريسك هو كنترول بروسس. طيب ماشي الحال، ننتقل لموضوع ثالث. نجي للبروكيرمنت. طيب البروكيرمنت عندنا اكزيكيوتينج بروسس وعندنا كنترول وعندنا كلوزينج. طب اذا بدنا نجي نحكي بالبروكيرمنت اوديت وين بتتوقعوها تكون؟ يعني على الاكيد لازم يكون يا بالاكزيكيوتينج يا بالكنترول، حسب اذا بنرجع لموضوع الكواليتي والريسك. للاسف هي موجوده بالكلوزينج. هلا احد اهداف الاوديت هو تصحيح انه اذا في اذا فريق العمل عم يشتغل بطريقه خارجه عن النظام لازم نصحح. طب اذا انا عم بعمل الكواليتي اوديت اما البروكيرمنت اوديت بالكلوزينج اوكي، معناتها انا ما بقى فيني صحح. هلا يمكن النظريه بتقول انه اوكي ما زالوا لانه بيكون العقود اوريدي موجوده بس ما راح فينا نغير فيها. طب خلينا نفترض جدلا صح اوكي، معناتها انه طب ليش تكون بالكلوزينج؟ معناتها انا كبروكيرمنت اوديت ما فيني استفيد منه الا للمستقبل. طيب هذا موضوع الاوديت. هلا هون هل في تناقض بالبومبا جايد ولا هو هل في انا فهمين غلط؟ بس حبينا نوجه الصوره هون تنقدر نفهم الموضوع اكثر. اخيرا في موضوعين يمكن تانيين اللي هو اكواير ذا تيم، يعني اكواير الحصول على اما تحريك اما تعيين فريق العمل. هلا لما طلع بايسو ايسو بالانيشيتنج بروسس جروب ايسو 21500 بيقول في عندنا بروسس اسمه استابليش بروجكت تيم. بالبومبا جايد اكوايرز تيم هي بالاكزيكيوتنج. طيب مدير المشروع امتى اجى؟ فريق العمل فريق اداره المشروع امتى اجوا؟ يعني هون في نقطه بدها توضيح اكثر، بس خليها هيدي للفيديو الثاني لانه لها علاقه بال اللي انا بعتقد انه في كتير عمليات ناقصه من البومبا جايد. النقطه الاخيره بهالفيديو قبل ما نسكره هو موضوع السكوب واكزيكيوشن. هلا لما طلعنا احنا بالتشابتر تبع سكوب مانجمنت اما النولج اريا بنلاقي انه بالبلانينج للسكوب عندنا نحن وي كرييت دبليو بي اس، ويكون عندنا لست يعني تكريت دبليو بي اس، معناتها انا عندي لائحه لسه بكل الورك باكجز على المشروع. بالكنترول للسكوب نحن متاكد انه كله هودي انشغلوا الفاليديت سكوب، انه متاكد نحن انه كل الورك باكجز انشغلوا واجت الموافقه عليهم. طيب وين بيعملوا الاكزيكيوشن؟ ليه ما في شيء بروسس بالاكزيكيوشن بيقول اوكي كومبليت ورك باكجز؟ هلا يمكن البعض بيقول بس منير انه هذا الشغل ممكن يكون انه لانه هذا بيكون برودكت اورينتد، انه الشغل نفسه انه هو برودكت ريليتد مش بروجكت مانجمنت ريليتد. طيب ممكن
ما رح اتعمق اكثر بالمناقضه هاي لانه حسجل فيديو مستقبلا عن موضوع البروجكت ليدرشيب والبروجكت مانجمنت والبروجكت ديليفري مع بعضهم كمواضيع ثلاثه وشو نحن هالموضوع. فهي النقطه هيدي هون اكيد حتكون لها علاقه بالبروجكت مانجمنت فيرسس بروجكت ديليفري. هون فينا نقول شكرا، ننتقل للفيديو اللي بعده.